للمزيد من الحديث بينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد المسلمي. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ مجدة، وصباح الخير على جمهور حضرتك. صباح النور عليك أستاذ محمد. كيف تجد هذه التصريحات اللي عرضنا لها والتي تخص الحوار الوطني حول طبيعة التوترات اللي بتحيط بمصر في هذه المرحلة؟ هو الحوار الوطني في العموم هو شيء مهم جدا. من وقت ما دعا لي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش موضوعات كثيرة جدا جدا جدا. خلينا نتكلم عن مجلس أمناء الحوار الوطني واقتباحهم امبارح، ناقش العديد من الأفكار غير القضايا الفلسطينية، وكان أهمها موضوع الدعم، وهل يكون الدعم نقدي أم عيني. نعم. ودار نقاش واسع حول القضية الاقتصادية. وكمان كان في توجهات صريحة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخال ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية بموضوعات الحوار الوطني، واستجاب ليها مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سريعة، وأنا شايف إن ده شيء مهم جدا جدا جدا، وبيعكس أهمية أن يكون في زيادة الوعي لدى الشارع والمواطن والأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمعات المدنية والنقابات التي تطلع على ما يدور ويحدث وما يحوض الوضع السياسي والأمن القومي والمحيط الإقليمي وما يحدث على الحدود الشمالية الشرقية وتحديدا قطاع غزة. والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا يهتم بعلاقات مصر الخارجية وحماية أمن مصر القومي، فمن المهم أن يكون هناك مساندة للموقف الدولة المصرية من البداية، ومؤكدا أن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية وتحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان كلامه واضح في كل تصريحاته ان احنا الدولة الداعمة الى القضية الفلسطينية ورافضين فكرة التهجير، ودايما الشعب كله حول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل القيادات السياسية حول سيادة الرئيس عبد الفتاح في جميع القرارات التي يتخذها من اجل الامن القومي الى مصر. والشارع المصري كله وكلنا شايفين ده بعينينا ان كل الشارع المصري وكل الخيارات السياسية ملفوفة حول القيادة السياسية وحول رئيس الدولة في جميع الملفات، وإحنا كلنا لاحظنا الخطوات الجادة اللي خدتها الدولة المصرية في هذا الملف. اجتماع مجلس الأمناء الوطني يعني بيأكد استجابته السريعة والفعالة للأوضاع السياسية والأمنية الحالية، خصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. توسيع نطاق الحوار الوطني يشمل القضايا الحكومية والسياسية الخارجية هو ما يظهر إدراك عميق للحاجة إلى معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وبنأكد اهتمام القيادة السياسية بأهمية هذه القضايا، وده نهج متكامل يعزز من فعاليات الحوار الوطني. ماشي. نعم، أشكرك كثيرا أستاذ محمد المسلمي الكاتب الصحفي على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر.